مرحبا، كيفكم؟ لا تنسوا لايك وشير وسبسكرايب، لا تنسوا تشتركوا بالقناة. اليوم راح نسوي تحدي جهنم ومجد التحدي هو أنا وشهم. إنه إذا بدنا نرسم رسمة، بس يعني هيك شقلوب رح يكون بالجقلوب هيك، رح نرسمه هيك، رح نرسمه هيك، بعدين نقلب اللوح، بعدين خلينا نشوف مين أحلى رسمة. بس ما بدنا نقرر إحنا، رهف اللي بدها تقرر مين أحلى رسمة، يعني رهف في الحكم اللي هي بتقرر مين أحلى رسمة. وإيش يعني نرسم؟ بنت، كيكة، ولد، تليفون، أي إشي عندها هي. أوكي، وهلا يلا نقرر. وهلا محينا، وهلا رهف رح تقرر إيش رح نرسم. بقرر ترسم بيتزا بالشقلوب، يعني عادية بالأرض، عادي دائرة مثلث اللي بدكم إياه. الشقلوب تكون هي يعني البيتزا سهلة بالشقلوب. تابعونهم. أنا بس أكل المثلثات يعني. وطبعا راح هيك يعني كل التحدي. تمحي. وطبعا لا تنسوا تشتركوا بالقناة أهم إشي، وفعلوا السبسكرايب يعني فعلوا الجرس برضه، وتحطوا السبسكرايب. ويعني هيك يعني هما قلنا لهم إنه شو يرسموا بيتزا. وهلا انا قاعد ما بدي اعملها الكرتون مربع، وما بدي اعملها مكسوبه مثلث، بدي اعملها هيك جاهزه دائره. مش اول ما نشتريها بتكون مربع، اول ما نفتحها تكون دائره، اول ما نقصها تكون مثلث. اوكي يلا هنشوف مين الاحلى بيناتهم، بين ماجد وشهيم. انا اللي راح احكم مين احلى. بس لا تقربوا الفيديو، ويعني تحسسوا يعني اكتبوا تحت على الكومنت مين اللي بتحسوا انه راح يفوز. مش يعني اول ما تشوف انه الرسالة تقول شهم تيجي وتكتبوا شهم، لا احكوا يعني اكتبوا هلا. هلا اكتبوا هلا هلا، وقف الفيديو واكتبوا. ما شاء الله. أعتقد حلوين التنين، بس لازم ننقي واحد منهم. صح؟ أبي هل أنا قاعد بعمل جبنة ولا المقانة اللي مقسم عليها، ولا جبنة يعني إلا هيك عليها؟ بصراحة يعني ما رح أكذب، رح أنقي بيناتهم بس واحد منهم. ما بنعرف نكذب يعني. ونشوف مين الأحلى. وإذا بدكم نسوي كمان هيك أشياء تحديات حلوة، اكتبوا تحت الكومنت إذا بدكم تحديات، ويعني فكروا شو بدكم واكتبوا إذا بدكم هيك تحكوا، ما أعرف إذا بدكم إياه. اوكي شوفوا شو هاي المام، ما بدري كان دعم الشوكة. سلام
خلصت كهلا شو مخلص فينش خلص مجد خلصت خلنا نشوف مجد نشغله يعني مثل انا هاد ولا هذا انا اللون الاسود هي لون اسود بقرر احلى ماجد اول ما كتبت وخلص ماجد انا بقول احلى هلا عشان هلا يعني بيتزا سهله للمستوى الاول المستوى الثاني راح يكون بنت هلا بدكم ترسموا بنت بعدين ولد نشوف مين الأحلى وزن طبعا شهم باللون الأسود وماز باللون الأزرق ريد انجل جول شوي شهم رح يرسموا بنت انه لا يشهم مش هيك اه بدي قلوب هيك تكون اه هيك ما بعرف شعرك هلا ارسم رح يرسم انه يشهمها هون بنت بعرف كدوشة يلا الله هلا رح يرسموا مجد وشهم بنت وانا زي ما هلا ببلش بالوجه والشعر بزين اشعرها شهم خلاص الوجه والشعر عم ببلش وجسمها عم فستانها وزرانها لان الايدين وبس اعتقد شهم بس يعني مش عالدورية رح انقيهم بس بشوف بالاخير يعني هلا شهم شو ظل لك يا شهم بس الاجر الاجر شهم بده يساويها وماجد عم بتساوي بالفستان اوكي ماجد عم بتساوي بالفستان هلا برجلين هلا خلصت ابقى شهم فينش يس شهم خلص لا دور مش نشوف متى راح تخلص هذا المستوى الثاني خلينا نشوف المستوى الثالث عم فكر فيه نقيته المستوى الثالث اشوه ما راح احكي هلا شارب ان شاء الله راح تحكي بيتي يا شهم شهم كيف لما تقدر والله شهم عم بيجيبها يعني حكاها في رحها انا هذيك هاي بنقي سهم سهم بتصعد شو ذا حالها شو هذيك اما ايش برج الحوت طيب هلا بيت صح انا كنت عن جد بدي احكي بيت جد كيف باخذها هاي والله كيف انا بحكي بعدين ما ظله ما بعرف اكيد ما ظله
ما ظل هيك هيك ما ظل يلا مادي انا لا شهم انا هلا بيت نعم بيت بس مش يكون فيه اغراض يعني بس هيك بيت من برا يكون مش من جوا شو اب لا مش قلوب يا شهم صرت تنسو منيح انه هاي انتبهت اذا مش سواها عادي منيح انه انتبهت جماعة يحسمون بيت شوف في هون ايه سواق صح البيت السواق اوكي نشوف مين احلى ما راح انقي من دور ما بعرف يعني انا شو هي رسمي اصلا شو هي رسمي اصلا بيت بيت مش قلوب لا باسرع وقت لا مش سريع يعني مو ضروري مين الاول مين الاحلى بيكون هو الفايز لا 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 احنا عشان نبلش الفيديو هيك نوع كمان اوكي ف شوفها اوكي على كل حال هلا نشوف مين احلى بين مجد وشهم شهم أنا ما رسمه شهم ما حر رسمه تكرف كيف الساعة أوكي هلا ما صارت عاملة بيت بس أنا مش شايف كثير ما شايف المطعوج أكل خمسة هيك بدي والله ذكرتيني على الشارع واي هيك اعملها هيك بس انا ما في شيء خلاص بديش يا مجد وين اللي وين اللي وين هاي اللي هلا مجد عملت بيت بس يعني فيش سماء فيش عشب بس اللي بس اللي كمان عملت بيت وشارع طيب هلا مجد امحي هاي الشرشومه اكل حال هلا ما بديش اساعدهم نمحي هاي ولا اسشغل شو شهم بلش يعمل الشمس لا بعد يوم هو انت حيت عشانه انا راح تكون مقلوب الرسمة اوكي ومجد عم تعمل برضه الشمس خلينا نشوف يا شهم عمل هيك خطوط على البيت زي تزيين برا بس شهم وين الباب لا قلت ما رح اساعد محبوس الباب يمكن هاي من ورا كل حال اوكي شو هاي طيب وين الباب لا انت بحطه شو شو خلصت ما شاء الله البيت كبير اما الباب صغير عشان البيت كتير كبير فيه كتير اغراض فيه كتير اغراض صح لا فيه كتير اولاد
طب انا قلت لكم بيت كل اس، ما قلت لكم سنه بيت. يلا انا خلصت، انا بحصة خبز. قول مين خلص؟ فينيش. كلهم خلص ماجد؟ لا. اوكي واو، يعني ماجد خربت اللوحة والمعملة الشجرة. طيب انت انسى. اوكي هلا ماجد خلصتي؟ ما اعرف هلا لما تخلصوا يلا رح انا اقرر. قلب حاله كده يشوف. يلا 1 2 سوف انا اقرر. 1 2 3 جو. اكرر نشوف. انا كان بقرر شوف هذا البيت طاير من الاشهر. مش كيوت. اوكي اول شيء الشمس حلوة. خلنا نشوف مين الأحلى. نقرر بهدوء. يلا. طيب أنا شايفة مين القرار، يعني هيك القرار. بنقي مين؟ هلا ماجد نقطة صارت وشهم أنا نقطة كمان، يعني صرتوا تعادل. بنقي ماجد. شحنا الصراحة نعيدها 20,000 مرة.